اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حج عراقي. تقدرون تسمعونا طيله ايام الاسبوع على يومين الخميس والجمعه، وتشوفونا ايضا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تشاهدون برنامجنا وبرنامج حج عراقي وخوش حج ايضا عن طريق الويب سايت www.صوتالمستقبل.com. شلونك يا خمال؟ اهلا يا مصطفى، شلونك انت؟ انا كلش تمام خمال. اليوم موضوعنا الاول موضوع مهم ويهم كل العراقيين، الميزانية اللي وضعت لإعمار المناطق اللي حرت أخيرا من عصابات داعش الإجرامية. طبعا اليوم احنا موضوعنا يتحدث عن الميزانية التي تم تخصيصها إلى المناطق المحررة اللي هي 430 مليار دينار. طبعا هذا الموضوع صار عليه لغط بأنه هو غير كافي لإعمار هذه. شلون شفت الرقم؟ هل هو يتناسب ويل؟ لا طبعا حجم الكارثة أكثر، هي فقط مدينة الموصل هي تحتاج 500 مليار دينار حسب يعني الإحصائيات التي أعدتها المنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية. بالتالي اليوم أكو لغط حول هذا الموضوع وهي غير كافية. طبعا راح نتناقش بهذا الموضوع أكثر ونشوف تداعياته مع السيد أحمد العنزي المستشار الإعلامي لمركز العراق للتنمية القانونية. مرحبا بك سيد أحمد. حياكم الله دكتور ومستمعيكم الكرام. حياكم الله أستاذ أحمد. اليوم نتحدث عن موازنة أو ميزانية خصصت لمناطق المحررة اللي هي 430 مليار دينار عراقي. نعم. برأيك هل هي كافية لحجم الكارثة اللي موجودة في هذه المناطق؟ هذه الميزانية اللي خصصت للمناطق المحررة شلون بنيت؟ بنيت على مباني الحكومة السابقة لو على الحكومة الحالية. الحكومة الحالية شنو استراتيجياتها بإعمار هاي المناطق؟ طيب هي الموازنة جت من الحكومة السابقة وتشكلت هاي الوزارة يعني الجديدة وفق دراسة الحكومة السابقة ولم يصادق عليها إلا بهاي الحكومة الحالية. طيب. وما كيفت وفق لا منهاج حكومي ولا رؤية حكومية ولا يعني. بمعنى أنه هي اليوم حاجة إلى استراتيجية جديدة؟ بالتأكيد يعني هذا ليس فقط في المناطق المحررة، لكل شيء. لكل شيء طبعا بالتأكيد. هسه الموازنة التشغيلية هاي رواتب هاي ثابتة، ماكو مشكلة بتسلسل الحكومات وتعاقبها، لكنه ك يعني استثمارية. طيب. هاي الاستثمارية لها أكيد يعني تكييف، لها مباني، لها موارد صرف أخرى. صح. طيب. يعني هذا الموضوع بصراحة ما يأخذ هالشكل بهالطريقة هاي إنه خصص. طيب. هذا المبلغ. طيب نرجع أنه حتى ما أريد أسأله هواية، سؤال أخير. بداية حربنا ضد داعش وصار النزوح وصارت أكو فد يعني علاجات آنية لامتصاص ظاهرة النزوح، بناء كرفانات، بناء مجمعات سكنية. طيب. إلى آخره. هذه نيش الميزانية انصرفت على بناء كرفانات؟ طيب ايش قد كانت حتى نقدر نقارنها بهذا المبلغ؟ كانت اضعاف هذا المبلغ. صح. استاذ احمد، اليوم اذا اريد نبني فد شيء فالمفروض نجيب ناس مؤهل بالبناء. نعم. يعني شركات مثلا، اليوم انا مثلا الموصل صار عندي بيها دمار بهذه المناطق مثلا، اريد اجيبني، تجيني مشاريع يعني يرسموا لي رسم بياني ورسم معماري شلون حيسووه وفق هذه الكلفه التخمينيه لهذا المشروع، والاخير اجمع هذا الموضوع ورفقه بالميزانيه اللي الموضوع السنه 2019 ويصير وفق هذا، مو المفروض هيك يعني العمل؟ بالتاكيد. يعني الموازنه ايضا هي خلت انه من تقسيم، يعني اكو ما اعتمدت على معايير تخصص تخصيصات ماليه للمحافظات. يعني طيب. لاحظنا كمركز اعلامي للتنميه القانونيه. طيب. لاحظنا انه اكو هناك بون شاسع، يعني ما اخذت التعداد السكاني بنظر الاعتبار. ما اخذت حجم الضرر بالمحافظات المتضرره. احنا لا نتحدث فقط عن الموصل. موصل، صلاح الدين. صح. ديالة. صح. غيرها، غير حتى بعض المحافظات الجنوبيه الضرر. طيب. هذه الامور يبدو انها لم تاخذ حصتها في التوزيع، لا على نسب سكان ولا على نسبه الضرر، بحيث انه كيف يقسم هذا المبلغ، ومن سيستثمر كما تفضل الدكتور. يعني هل هي شركات قدمت لنا عروض وعطاءات حتى نقدر نختار انت يا شركة الفلانية تعالي نطيش هاي وهاي هم مشكلة جديدة. يعني احنا مشكلتنا بالاستثمار بالعراق. صح. صحيح. كبيرة كلش يعني. طيب نعود الى المناطق التي تحتاج الى اعمار وبنى تحتية وتأهيل المدارس وتأهيل الصرف الصحي وتأهيل كل شيء، البنى التحتية بما انزله. اليوم ال 430 كافية لاعمار مدينة واحدة على الاقل؟ هاي الموازنة فقط لعام 2019. طيب. يتم بداية بمشاريع استثمارية، مشاريع تنموية، مشاريع. طيب. إعادة بنى تحتية وتعويضات للأهالي الذين تضررت
أوضاعهم وممتلكاتهم. طيب على مدى هذه السنة فقط، وإحنا هسه يعني هم جاوزنا تقريبا شهرين من هاي السنة، ظلت 10 أشهر، هذا المبلغ كون أنه نشرع تنفيذ عدة مشاريع وبشكل متناسب مع المحافظات، لا نقول بشكل متساوي، كل محافظة حسب احتياجها. لحين إقرار الموازنة العام 2020، بال 2020 يجب أن يخصص مبلغ أكبر، يجب أن تكون هناك مشاريع استثمارية واعية وتنسجم مع حجم الضرر، ثم يتم تنفيذ هذه المشاريع تباعا، ولكن البذرة الأساسية هو في هذا الموضوع بالذات. هل اللازنين أيضا يحتاجون تعويضات على المستوى الشخصي مثل ما ذكرت اليوم، يعني بيوتهم، سياراتهم، يعني مساحات شاسعة، يعني اليوم تحكي حتى هي المحافظات، يعني خمال مو محافظات صغيرة. صحيح. يعني مساحات كبيرة من العراق، احنا اليوم نحكي على تقريبا 35-40% من العراق هي منطقة كانت تحت سيطرة داعش. أضرار كبيرة دكتور، يعني بالأرشيف العسكري موجود وتغطيات الإعلامية اللي غطت المعارك اللي صارت بالموصل وغيرها، شفنا الأنفاق اللي بناها داعش، شفنا البيوت اللي فتح بيت على بيت وتقريبا 50 بيت ويدخل بنفق واحد تحت الأرض أو من خلال البيوت، أو من خلال البيوت. يعني هاي بصراحة غير اللي فجرها وغير اللي يعني إذا تصور إنه حتى عمود الكهرباء هو زرع فخخة، يعني زين هوش بقى لا بنا تحتية، حتى لا بنا فوقية، الكهربائية كل شيء تقريبا مناطق كبيرة جدا انتهت. زين أهلها شلون نطالب بعودتهم كمنظمات مجتمع مدني، شلون نطالب عودة الأهالي ومناطقهم لا زالت انه يعني ركام، يعني شلون ينصب له خيمه على الانقاض. هذا الجهد هذا لازم يكون جهد حكومي، والحكومه اليوم مسؤوليتها كبيره جدا. لماذا لم نفعل يد الشباب من هذه المحافظات في اعمار مدنهم؟ بالتالي هم هم يعمرون مدنهم وهم مستفادين اقتصاديا. شو راح يدخل؟ راح يدخل يعني على مستوى عامل بسيط ب 25,000 باليوم، وروح يتوسل بالشركه اللي هي راح تفرض عليه فرض من الحكومه العراقيه، فرض من الحكومه العراقيه. يجب ان يكون قابل كل مهندس أجنبي بهذا المشروع مهندس عراقي، والله 9 مهندسين، 9 مهندسين، 10 عمال، يعني هذا يعني وفق العقد، يعني يكون هذا وفق العقد، وفق العقد مقابل كل لكن عامل. الحكومة دائما تتغافل عن هذا الشيء. مو احنا المشكلة، يعني ما أدري ليش دائما ننطي من حصتنا وننطي من جرفنا، يعني ليش هذا ناكل من جرفنا وما ننطي للآخر؟ طيب اليوم استاذ احمد، يعني بما انه احنا الوقت يعني داهمنا على حول هذا الموضوع، هل برأيتك هذا ال 430 راح تخدم المحافظات المحررة لو احنا راح نجي سنة الجاية 2020 نقعد نفس هاي القعدة ونشوف الامور ما تغيرت، ماكو حركة اعمارية؟ يقينا راح نقعد نفس هاي القعدة والامور ما تغيرت، لانه بس احنا سخن نرسم سقف اعلى للريدة من الحكومة، بس تبدينا بهاي المشاريع الاستثمارية. طيب. بس مو تكون مشاريع فقط على الورق، لا خلي اكو صحيح، مو انه والله روح والله هذا حجر اساس على قد هاي الفلوس وبصفه تشوله. برؤية المركز القانوني، هل هي اليوم الحكومة قادرة؟ لم نطلع على البرنامج الحكومي لحد الان، والنسبة المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج من موازنة عام 2019، متى ما تم تناول هذا الموضوع بشفافية ونقول هذا الملف بحاجة إلى أهل هذا المبلغ وتم تأمين هذا المبلغ، ذاك الوقت راح نقدر نحكم على هذه الأمور. أما أنه يعني ماكو أي شيء على أرض الواقع، وأي إنجاز بسيط لربما هو بيع عامل فساد، لكنه نشوفه أنه صار إنجاز على أرض الواقع نقول إيه والله لا إحنا تحسننا. صح. تحسننا بالنسبة لمن؟ صح. فما عندنا يعني خطوط عريضة حتى نقدر نحكم عنها، رفعت الصبات عن بغداد، لكنه احنا لازم نطلع انه تحسن الجانب الامني، تشكل مجلس اعلى لمكافحه الفساد. صحيح. ايضا هذا مو بس راح يهاجم الكتل الكونكريتيه، حتى الكتل السياسيه. صحيح. هذا لازم يعني بصراحه يكون احنا واقفين مع الحكومه كمنظمات مجتمع مدني، لكنه نريد من الحكومه ايضا تشرك هاي المنظمات حتى يكون اكو هناك وعي مجتمعي، تشرك الاعلام. الكثير من هذه المفاصل خلت من وجود الاعلام ووجود منظمات المجتمع المدني باعتبارهم هم فاعلين بالراي العام وهم قاده لهذا الرأي. شكرا جزيلا لوجودك في برنامجنا، المستشار الإعلامي لمركز العراق للتنمية القانونية السيد أحمد العزيزي. شكرا لك ومستمعيكم الكرام. إذن أعزائي وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا، انتظرونا بالحلقات الجاية، تقدرون تسمعونا أيضا وتشوفونا على مختلف مواقعنا اللي ذكرناها في بداية الفقرة. مع السلامة.